رمضان كريم كريم كريم، رحمن رحيم رحيم رحيم، رمضان كريم كريم كريم، رحمن رحيم رحيم رحيم. قم للعبادة تلقى السعادة، قم للعبادة للعبادة تلقى السعادة، تلقى السعادة تلقى النعيم. رمضان كريم. يسلم يسلم. محطتنا التالية مع عالم الفن والصوت الجميل اللي قدر يوصل الإحساس الصادق بمختلف مجالات الغناء، وأنه يطرح اسم المطربة هدية الزبيني كأحد أبرز الأصوات الغنائية الفنية اللي حققت حضورها ضمن احتفاليات ومهرجانات مثلت سوريا بمختلف الفعاليات. واليوم هالصوت وضع بصمته على الأعمال الدرامية اللي بتجسد شارات بعض المسلسلات، وأكيد لنحكي أكثر عن جديد إبداعات الفنانة هدية بصرنا انه نرحب فيها. يسعد صباحك. صباح الورد قريش، صباح الورد سالي. على فكره اشتقت لكم من السنه الماضيه. تماما، رمضان الماضي. بخير. رمضان كريم على الشام واهل الشام، ويا رب هيك يكون فاتحه خير على بلدنا ان شاء الله. يا رب رمضان كريم. اكيد، واهلا وسهلا فيكي. وايضا ابن معنا صوت مميز قدر يحجز مساحته الخاصه بعالم الموشحات والطرب، حقق مشاركات عديده بمهرجانات وبمراكز الثقافيه، مزج ما بين التعليم الاكاديمي والموهبه. وايضا بدنا نرحب فيك استاذ هيثم خيري. اهلا وسهلا فيك، رمضان كريم. اهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم جميع. اهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم. هدية، بالبدايه خلينا نحكي شوي، مع انه صرنا سنه مو ملتقيين، خبرينا عن نشاطاتك كانت هالسنه واهم المشاركات يلي شاركتي فيها. الحقيقه كانت السنه حافله الحمد لله باشياء كثير حلوه عملتها. هلا اول شيء عملنا، كان عندي عملين لتدريب وطنيين من انتاج الاداره السياسيه، جبنا النصر وجينا لك. سوريا انت روحي، طبعا من كلمات الشاعر نعيم العمري، وجه له تحيه كثير كبيره، والحان الاستاذ حازم جبور. بالاضافه لحفلات قمنا فيها انا والاستاذ هيثم بفرقه اثار مع معتز النابلسي. نعم. كانت عنوان الامسيه يا نديمان. بالاضافه لانه انا اشتركت بتكريم الفنان دريد عواضه، كان لي حصه اغنيتين من اغانيه من اجمل ما غنى، وكانت امسيه جدا رائعه، بالإضافة لتسجيلات وآمال وقصص هيك. نعم، يعني قديش بتحملك هيدا القصة مسؤولية كتير كبيرة، ويمكن صوتك رنان من بالبداية، سمعنا صوت هيك حنونة ورنان. خلينا أيضا ننتقل لحضرتك ونحكي عن الموشحات. قديش بالإضافة إلى التعليم الأكاديمي، قديش يكون في رغبة وموهبة لنقدر نوصل الرسالة من خلال الموشحات. هلا مصبح عليكم مره ثانيه. اهلا وسهلا. هلا بالنسبه للموشح، هو القالب الاصعب بجميع قوالب الغناء. نعم، هو اصعب شيء، اداؤه اصعب شيء، لانه في ايقاعات مركبه. حتى الجمله اللحنيه تبعه صعبه جدا. الوحيد اللي بد الجمله اللحنيه اللي راح يباشر فيها الموشح ضروري يقفل فيها. هاي من قوالب او من ضروريات الموشح. نعم، اضافه لانه ممكن المطرب يفرد بس، ولكن بده يرجع لنفس النغمه. صح. نعم، حتى ما يضيع. هيك قوالب ال ال او هيك قوالب غناء الموشح او اصول غناء الموشح. نعم بالضبط. هدية، ذكرت لنا انه شاركتي بحفل لتكريم المطرب دريد عواضه. خلينا ننتقل مع حضرتك ونتابع مقتطفات من هالحفل يلا. اللي اقيم بدار الاوبرا، ونرجع نكفي حديثنا. Thank you.
بالفعل هدية يعني حضور مميز ورائع، نحن نتمنى لك كل التوفيق. لي شكرا يا قلبي، شكرا كثير. اكيد نتمنى لك التوفيق. حفل جميل. وننتقل لحضرتك استاذ هيثم لنسمع شيء يمكن انت محضره، تفضل. طيب راح نقول هلا من الفلكلور السوري او شامي تحديدا يعني. حلو. يا ليلي يا ليلي يا ليل، ما شممت الورد إلا زادني شوقا إليك، ما شممت الورد إلا زادني شوقا إليك، إن ذاتي وزواتي يا حبيبي، إن ذاتي وزواتي يا حبيبي، أنا ملكي يدي، حبوك الناس أنا ماني زعلان، أنا ماني غيران، وحب الناس رضا من الله، حبوك الناس أنا ماني زعلان، أنا ماني غيران، وحب الناس رضا من الله، لكن هالناس مني ياخدوك يبقوا يعطوك دوا النسيان لما أمر الله، حبوك الناس نعم حبوك، وسقونا الكاس سقوني وسقوك، حبوك الناس نعم حبوك، وسقونا الكاس سقوني وسقوك، ورحت وحدك تشرب مع غيري كاس حرماني، وبديت لي وحدي أنا أشرب كاس حرماني، وبديت لي وحدك تشرب كاس حرماني، هيك أمر الله لما أمر الله، هيك أمر الله لما أمر الله، مني ياخدوك يبدو يعطوك دوا النسيان لما أمر الله، حبوك الناس أنا ماني زعلان، أنا ماني غيران، وحب الناس رضا من الله، لكن هالناس مني ياخدوك يبدو يعطوك دوا النسيان لما أمر الله. يسلم هالصوت والعزف الجميل. شكرا لكم استاذ هيثم. حضرتك خريج تعليم ادوار وموشحات وقدود حلبيه، اليوم كيف بتشوف هالفن، وهل نحن بحاجه يمكن لاعاده احيائه خاصه بوقتنا الحالي؟ هلا شوفي، مساله الادوار والموشحات يعني شبه منقرضه يعني حتى نكون منطقيين يعني، بس ولكن ما بيقدر الانسان، هي غذاء الروحي اللي بتعلق بهيك مجال، لا يمكن بسهرته الا بده يكون في موشح او اثنين حتى دورين او ثلاثه، هذا امر طبيعي، ويستاهل بعدين بالقدود تصفي ابسط شوي، بعدين بيكمل السهره. كيف نحن بنرجع بنحيي هذا التراث وهذا الفن؟ هلا هو الحقيقه ما في غير مؤسستين هني اللي قائمين او بالاحرى عم يدعموا هالمشروع هذا، اللي هي دار الاوبرا والهيئه العامه للاذاعه والتلفزيون، هالمؤسستين الوحيدين اللي بيفسحوا مجال انه ممكن يقول واحد او يوصل رسالته من خلال هالمؤسستين فقط، ما في غيرهم. حتى انا بدي انوه كمان شيء، انه حتى فرقه اتار نحن عم نحاول بكل حفله عم نقول موشحات، يعني عم نطلع موشحات نرجع يعني نقولها، فكمان اثار لك كثير دور كبير بانه العالم ترجع تسمع. يمكن هذا الارث بحملكم مسؤوليه وبحملك، بدي اسمع شيء منك. تفضلي. شو بدنا نقول؟ موشح او لا بدك موشح ولا شيء انا اقوله؟ شيء حضرتك حبيت تقوليه وبحملك مسؤوليه طبعا بعدها. تفضلي. حقول عليك صلاه الله وسلامه. تفضلي.
الالحان فريد الأرواش. حلو. لا اسمها ما بعرف كلمات مين. عليك صلاتي الله وسلامه، عليك صلاتي الله وسلامه، شفاع يا جد الحسنين، دم احملك رجعت ايام، دم احملك رجعت ايام، هنيه واتمليت كل عين، كرامه لله يا قاصد مكه ونيتك بالكعبه الطوف، كرامه لله يا قاصد مكه ونيتك بالكعبه الطوف، تبوس لي فيها تراب السكه، امانه من مؤمن ملهوف، سال الدموع وطل دعاه في يوم رجوع، اينو المنى دي قبلتك يا نبي قدامه، عليك صلاتي الله وسلامه، عليك صلاتي الله وسلامه، عليك صلاتي الله وسلامه، شفاع يا جد الحسنين، دم احملك رجعت ايامه، هنيه وتمليتكم العين. الله حبيبتي تسلم هالصوت، وشكرا لك استاذ هيثم. يعني هديه نحن دائما صح تكوني مرافقتينا بشهر رمضان الكريم، نسمع منك طبعا، نسمع بعض الموشحات وايضا الترانيم وايضا الاغاني اللي بتتعلق بشهر رمضان الكريم. اليوم عم نشوفك بشيء جديد يلي هو باغاني المسلسلات الدراميه. وين عم تلاقي حالك؟ يعني وين انت بتحسي اي لون هو قريب لهدي؟ قبل ما ندخل اكثر بتفاصيل مشاركاتك لهالسنه. الحقيقه اللون اللي انا بلاقي فيه حالي وبغني من قلبي حقيقه هو الأغاني الموشحات وهي الترابية الثقيلة، ولكن كوني أنا مطربة فبدي أدي كل الألوان تماما. هلا أنا مشاركتي هي السنة مثل كل سنة في مسلسل اسمه زرق ورق، هو مسلسل كوميدي عراقي، فالحمد لله دائما أنا موجودة بشارة هذا المسلسل. كل سنة في له جزء فأنا دائما متواجدة تماما، لأنه الناس كتير استصاغت صوت هدية واللي مستغربينه أكثر أنه هي أنه معقولة سورية بتغني عراقي بهي بهي الحرفية. طبعا يعني بعد عمر صرت يعني غني اللهجة تمام. يعني كمان يا أستاذة هيثم حكينا يمكن عم نشوف في تناغم أيضا بين العود وبين صوت هدية، ما شاء الله صوتها يعني صوت جميل جدا أكيد وعزف أجمل. حكينا عن الموشحات، أيضا حننتقل للقدود. يعني القدود الحلبية هي من أجمل أنواع الطرب وصغير وكبير بيحبها للأسف. يعني هلأ يعني نحن في عنا غصة دائما، شو بدي أقولك، يعني نتأثر انه بتلاقي غير شخص او غير نوعيه من الفن. نعم يعني ما شاء الله داعس، الله يرزق الناس، هذا امر طبيعي، بس للاسف انه هذا فلكلورنا، هذا تراثنا، هذا الاصاله تبعنا. أكيد يعني اكيد فتحس حالك مهضوم، يعني حقك مهضوم شوي. اكيد ما بينهضم حق يعني اي انسان بحبه ومبدع وعنده اذن موسيقيه. تفضل سمعنا شيء من الخطوط الحلبيه مع بعض. جبينك أبيض كالصبح بادي، وشعرك أيهب عابق بالسواد، جبينك أبيض كالصبح بادي، وشعرك أيهب عابق
لائق بالسواد، إن لبست البياض صرت بدرا، إن لبست البياض صرت بدرا، وإن لبست السواد، وإن لبست السواد فتنت العباد. يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل، بيني وبين حبايبي جبال مش قادر أوصل ليهم، بيني وبين حبايبي جبال مش قادر أوصل ليهم، وحياة عينك يا جمال بالله تسلم لي عليهم، بالله تسلم لي عليهم. هجروني من مدة عام، حرموا عيني الليل تنام، هجروني من مدة عام، حرموا عيني الليل تنام، لكن صابر عالألام، لكن صابر عالألام، كله كرمال عليهم، وحياة عينك يا جمال بالله سلم لي عليهم، بالله سلم لي عليهم. بيني وبين حبايبي جبال مش قادر أوصل ليهم، بيني وبين حبايبي جبال مش قادر أوصل ليهم، وحياة عينك يا جمال بالله سلم لي عليهم، بالله سلم لي عليهم، بالله سلم لي عليهم. يعني بالفعل اضفتوا لصباحنا اليوم نكهه خاصه منك ومميزه. يسلم الصوت. بعض انا اسف يعني الصبح بعض الصوت ناشف شوي، اكيد نحن بنقدر هذا الشيء. نحن كثير بنشكركم صايمين كمان. شكرا كثير لكم لوجودكم معنا اليوم، نتمنى لكم كل التوفيق. لك هديه وإلك استاذ هيثم، شكرا كثير. رمضان كريم. رمضان كريم عليكم بالصحه والسعاده مع الجميع ان شاء الله. ورمضان كريم. برجع بقول على اهل الشام وعلى جيشنا العظيم اللي عم يحقق انتصارات ما شاء الله عليه. اكيد شكرا كثير لك. شكرا حبيبي. اما هلا سالي فاصل صغير واكيد رح نكفي باقي فقراتنا لليوم.